جزاكم الله بالخير. كلمني واحد يقول لي عن سالفة صارت في بركة، انه مر عليهم احد الاشخاص من المنطقة، من عندهم يعني، رجل يعرفوه، وطلب من بعض الشباب بطائقهم الشخصية على اساس انه بيقوم بتوظيف هؤلاء الشباب لفترة معينة وبعدين راح يستغني عن خدماتهم. طبعا الشباب باحثين عن عمل ويدوروا مثل هذه الفرصة، ولو أن عمل مؤقت ولفترة بسيطة جدا وبمبلغ بسيط بسيط جدا، فوافقوا الشباب هذول وسلموا بطائقهم. ما أدري كم شخص ثقتهم في هذا الرجل، وعلى أساس أنهم محتاجين لهذه الوظيفة، وهم يعرفوا أنه راح يكون بينها خدماتهم بعد فترة، شهرين ما أدري كم قالهم، شهرين ثلاثة شهور، قالهم راح أني خدماتكم. من باب الحاجة جماعة وافقوا. وهني طبعا ما تقدر تلوم الشباب، انتوا ليش وافقتوا؟ ليش ترضوا بهذه الوظيفة؟ ليش ما تنتظروا؟ ما تقدر تلومهم، لان الناس ما تعرف متى راح تتوظف، ومن حاجة الناس هي تبحث عن اي وظيفة باسرع وقت ممكن حتى لو كانت مؤقتة. طيب مش هني السالفة كلها، السالفة في ايش؟ انهم تفاجأوا ان هذا الرجل راح عمل سجلات تجارية بأسماء هؤلاء الشباب. أنا ما أدري شنو الآلية اللي اتبعها، أو شنو هي الطريقة اللي تخليك تاخذ سجلات تجارية بهذه السهولة بأسماء ناس غير موجودين لمجرد أن بطاقتهم الشخصية موجودة معك. هذا اللي صار، أخذ من سجلات تجارية بأسماء هؤلاء الشباب، والمصيبة الأكبر شنو؟ أنه راح ياب عمال على هذه السجلات التجارية ونشحهم في البلاد. طيب أنا أسأل الريان، أنتوا تعرفون هذا البني آدم؟ يقول هين عرف، اشتكيتوا عليه؟ يقول لي هي اشتكينا عليه. في رد؟ قال للحين ما في رد، للحين ما في رد. في اجراء؟ للحين ما تاخذوا اجراء. يعني كيف مثل هذه الامور تصير بهالسهولة؟ ناس اصحاب مشاريع ويراكض ليل ونهار ويتعب مسكيني بعمال ما محصل، ولا يرضون يعطون العمال، وليل ونهار يتعب ويركض من مكان لمكان عشان يزيد عامل ولا عاملين على مشروعه ما يحصل عمال، ويجي واحد بسجلات تجارية بهالطريقة وياخذ عمال. يعني في خلل في الموضوع، لازم نحط عيننا عليه، لازم نحط ايدنا عليه. اللي صار شيء مش طبيعي صراحة، ولا يمكن انه يصير الا ان هذا الرجل عنده واسطات وعنده ناس يسهلون اموره. مع كامل الاحترام والتقدير، لو ما كان يمتلك ناس قادرين على تسهيل أموره في وزارة القوى العاملة وغيرها من الوزارات لما تجرأ على مثل هذه الفعلة صراحة. فنتمنى أن يعني بكرة العمال هذول لازم يتسفروا، بكرة هذا الشخص اللي باسمه السجل التجاري يبي شيء، يبي يسوي شيء، راح يكتشفوا أن في أسماء عمال على في أعمال على اسمه، مجبور إنه يسفرهم، يدفع لهم تذاكر سفر ويديهم بلادهم، فبتطيح على رأس هالفقير المسكين 18-19 سنة اللي يدوب يعني تهوى بادي. فرجاء من كل الناس، أولا أنا قلت لكم يمكن الناس هذه ما تلام، لكن الواحد يكون حذر في موضوع التعامل مع مثل هذه الأمور، المستندات والأوراق الرسمية. لا تعطي بطاقتك حق أي حد. شوفوا، واحدة من الأشياء هذه يعني خلك من القصة اللي صارت في بركة، أنا حسب راويها، لكن أتكلم لك في ناس يا أخي يعني ما عندهم ذمة، ما عندهم ضمير، حتى يجبر أفراد أسرته أحياناً يأخذ من عندهم بطاقاتهم الشخصية وأرقامها والأرقام السرية الخاصة بالبطاقة ويروح يفتح سجل تجاري. إذا على كل سجل تجاري أنا بعطي 5 عمال ومن غير حضور صاحب الشأن لمجرد أنه فقط مسمى ومن غير وجود مشروع اصلا، يعني واحد بيجيك يفتح مكان مقاولات ولا تركيب وصيانه اعمال عزل مثل ما يكتب الرجال هذا، هو صاحب شان ويعرف، وبعطيه 5 عمال بس كذا لانه بس كتب في السجل التجاري، صعب. اوكي قلنا سهلوا الامور، بس ما تكون سايبه لهالدرجه يعني الحين هذول توهقوا، شو الحل معاهم مساكين؟ يلا خذ. يقول لك ما بيحصل وظيفه لان عندهم سجل تجاري، لا حول ولا قوه الا بالله العلي. لا، وممكن يقول لك يسجلهم في ريادة وياخذ قرض ولا ما ادري ايش، مساعدة ما ادري ايش الموضوع. فشوف يعني وايد وايد مشاكل بتطلع من وراء هالموضوع، انا عارف
وايد مشاكل راح تطلع من وراء هذا الموضوع. الحين رجل مسكين وثق في هذا الشخص على اساس انه يبغي وظيفه ولو كانت مؤقته، فراح فتح سجل تجاري باسمه، لا وحرمه من وظيفه لان في سجل تجاري مفتوح باسمه. فما ادري هل في امكانيه اني انا الحين كشخص اروح اكنسل هذا السجل التجاري والغيه نهائيا وينمسح من السجلات اللي موجوده في الوزاره ولا لا؟